إذن الحديث مشاهدينا الكرام عن تصريح هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن محاولات تأجيج الطائفية السياسية قبيل انتخابات مجالس المحافظات. معنا هاتفيا من عمان مسؤول قسم الإعلام في الهيئة سيد معاذ البدري. حياكم الله، مرحبا بكم أستاذ معاذ. كيف تقرؤون هذا الاستعراض الذي قامت به الميليشيات وسط بغداد، وكيف تنظرون أيضا إلى توقيته والغاية منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله سيدي الكريم وحيا مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. في الحقيقة هذا المشهد هو مكرر ومعتاد ونتوقعه في كل مرحلة من مراحل النظام السياسي القائم، ولا سيما في موسم مثل هذا، موسم الانتخابات، حيث يبلغ الصراع ذروته وتكثر محاولات الإزاحة والإقصاء بين الأطراف السياسية المتنافسة والمتسابقة على المكاسب والمصالح التي تبتغيها. ولكن الصورة في بعض الأحيان قد تكون مغايرة وليست على نسق واحد، وإن كانت مقاصدها وغايتها فضلا عن وسائلها واحدة. الملاحظ هنا في نمطية تعمد الإساءة لرموز الأمة الإسلامية وتأريخها وثوابتها وعقيدتها بالتزامن مع إطلاق شعارات الكراهية القائمة على الطائفية، تبدو في ظاهرها أشبه بمحاولة استقطاب جماهيري لغرض سياسي، ولكن دوافعها المكنونة غير ذلك. ما تريد الميليشيات وأحزاب السلطة أن ينصرف الناس إليه في التعاطي مع هذا النوع من التصعيد هو الظن بأن مقاصدها أنها تبحث عن إعادة شيء من الثقة لدى حواضنها الشعبية التي تتعامل معها على أساس المكون الطائفي. فإن تحقق ذلك لها فقد حصلت الأحزاب السياسية على شيء من المبتغى. بطبيعة الحال هي ليست بحاجة إلى الحواضن الشعبية، لأننا كما نعلم في كل جولة من جولات الانتخابات لا توجد هناك انتخابات حقيقية، نتائج الانتخابات نفسها يتم يعني مصادرتها وتتم يعني تجاهلها واللجوء الى حاله ما تسمى التوافق السياسي القائم على الاتفاقات بين الكتل الكبرى والاحزاب الرئيسه التي تتحكم في المشهد. الاحزاب السياسيه تدرك قبل غيرها ان هذا لن يحصل باستقطاب الجماهير العراقية مرة أخرى، لأن العراقيين أوعى من أن يكونوا سذجا بحيث تنطلي عليهم محاولات يعني الاستقطاب السياسي على هذه الشاكلة. لكن الصحيح هذه المرة أن التصعيد الطائفي ربما جاء متزامنا مع أزمة يمر بها بعض شركاء العملية السياسية، ونعني بهم من يسمون السياسيين السنة. هناك أزمة في هذه الجبهة، هناك خلافات، هناك اتهامات، هناك تبادل للتخوين وما إلى ذلك. الجبهة ما تسمى الجبهة السنية بين قوسين في أسوأ أوضاعها وأحوالها منذ تشكلت العملية السياسية إلى اليوم، وكأن اليوم أحزاب الطائفية التي يعني تدين بالولاء لإيران تريد أن تجهز تماما على الجبهة المقابلة وأن تأتي بأشخاص أكثر ولاء لها، رغم أن الأولين هم يعني موالون حتى التخمة، لكن في بعض الأحيان أنت يعني لسان حالهم يقول أنت تحتاج إلى عبد طاعته أكثر ولاء واستجابته أكثر تلبية من هؤلاء. كأنما يعني كما نقول بالمثل الدارج الهسباير لهؤلاء قد انتهى. اليوم بحاجة إلى نموذج جديد يتم من خلاله يعني السطوة وإعادة فرض الهيمنة على العراق كله من خلال وجوه جديدة وتحت مسمى أننا يعني لا نقف على أشخاص معينين. الديمقراطية تدعونا إلى أن نستقطب آخرين، وذلك يعني انتهزت هذه الفرصة وخاصة في موسم الانتخابات المحلية لكي يتم يعني إطاحة بجزء والإتيان بجزء آخر، وهكذا تسير العملية السياسية منذ 20 سنة وإلى يومنا هذا. تعتقد أن هذا المخطط الطائفي سينجح؟ هذه الأحزاب يعني السياسية الحالية بالفعل قادرة على استرجاع ما كانت تظنه حاضنتها الشعبية؟ وفي المقابل أيضا كيف ينظر عموما الشارع العراقي والشعب العراقي لهذه الأحزاب قبيل انتخابات مجالس المحافظات؟ النظرة العامة لهذا الموضوع أن العملية السياسية بتكوينها وأشخاصها وأحزابها ومنهجيتها لم تكن يوما ما تنشد مصلحة العراق أو تحرص على مصالح شعبه، ولن تكون كذلك لا الآن ولا في المستقبل، لأن بنيتها أصلا قائمة على أساس مصالح فئوية. نعم قد تكون محدودة بالنسبة للأدوات التي هي في ظاهر المشهد، لكنها مصالح مطلقة بلا حد بالنسبة للمتحكمين بها من القوى والإرادات الدولية والأقليمية المتقدمة.
هذه القوى اليوم هي تضبط إيقاع المشهد السياسي في العراق، وبالتالي توجه الأحزاب التي تحسب أن لها سطوة على الشارع العراقي، بحيث تأمرها بأن تصعد خطابا من هذا النوع وتخفض خطابا من هذا النوع. الصحيح أن التصعيد لهذا الشكل الطائفي هذه المرة، سواء ما كان على مستوى التصريحات أو على مستوى زراعة الفتنة ميدانيا بفعاليات الميليشيات أو الكتابة على الجدران وما إلى ذلك، هو أقرب إلى معاقبة الشعب العراقي بكل مكوناته، معاقبته على وعيه الذي قاده إلى مقاطعة الانتخابات السابقة ورفض الطبقة السياسية والدعوة إلى محاسبتها، بل مطالب العراقيين كانت بإسقاط المنظومة برمتها، وشاهدنا هذا وسمعناه في شعارات شباب الانتفاضة في ثورة تشرين وفي غيرها. لذلك الأحزاب السلطة، أحزاب العملية السياسية في الحقيقة من خلال إعادة بث وبعث الخطاب الطائفي، لا تبدو أنها حريصة جدا على كسب ود ورضا الشعب العراقي بقدر ما تريد تهديده وتخويفه ومعاقبته. وكما قلت لك قبل قليل، هي ليست في حاجة إلى الحاضنة، لأن نتائج الانتخابات والمكاسب الناجمة عنها هي تخضع للتوافق السياسي بين الكتل السياسية. لكن هنا أنا أود فقط أن أشير إلى ضرورة التمايز بين حقيقة ودوافع المقاطعة الشعبية التي تنمى بناء على رؤى وأفكار القوى العراقية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية، وهذا ما يتبناه غالب الشعب العراقي وطبقه في الانتخابات السابقة، وبين المقاطعة المصطنعة الناجمة عن الخلافات السياسية المصلحية التي بدأت بعض قوى العملية السياسية استخدام شعاراتها كورقة للضغط على بعض شركائها، مثل ما هو حاصل من جانب التيار الصدري على سبيل المثال تجاه قوى الإطار التنسيقي بسبب عمق الخلافات بينهما. التنبيه على هذه الجزئية مهم جدا ولازم في هذه المرحلة تماما، مثل ما من الواجب علينا أن ننبه على الفرق بين المقاومة العراقية الحقيقية وبين ما تدعيه ميليشيات المحور الإيراني في العراق من مقاومة مصطنعة قائمة على الأكاذيب التي لا أساس لها على الأرض ولا تعرف من الميدان إلا المسميات والشراعات المهمة. لكن أين الحكومة والأجهزة الأمنية من هذه الاستعراضات العسكرية والأزمات أيضا التي تفتعلها الميليشيات، والغاية منها كما يظهر إثارة النعرات الطائفية وتهديد السلم الأهلي؟ على مستوى الحكومة، الحكومة هي أصلا في أساس أمرها تستمد قوتها من الميليشيات ومن الخطاب الطائفي. دائما نحن في الهيئة نقول إن العملية السياسية والنظام السياسي القائم يتغذى على الفوضى، يتغذى على حالة عدم الاستقرار من أجل ضمان بقائه، وبالتالي الحكومة يعني هي في طبيعتها في برنامجها لا تريد أن يتحقق في البلد استقرار من نوع معين. الطائفية والخطاب الطائفي والتحريض وبث الكراهية، هذه أدوات مناسبة جدا للمحافظة على نسق الفوضى التي من شأنها أن تديم بقاء النظام السياسي على هذه الشاكلة. أما الأجهزة الأمنية فهي أساسا متورطة، هي الأجهزة الأمنية هي وجه آخر من وجه الميليشيات. الميليشيات التي سمح لها بالعمل مبكرا في العراق في السنة الأولى من الاحتلال هي التي تشكلت منها الأجهزة الأمنية الحكومية على مدى الحكومات المتعاقبة جميعا. وبالتالي من غير المعقول أن الأصل يعني يريد أن يوقف الفرع أو الفرع في وجه الأصل. التكوين الأمني في الأجهزة الأمنية في العراق أو التكوين الفكري كله قائم على أساس ميليشياوي طائفي يتعاطى مع الشعب العراقي بالطائفية السياسية التي يريد أن يحولها إلى طائفية مجتمعية. لكن كما قلت قبل قليل، وعي العراقيين أكبر ويعني ثقتنا في العراقيين عالية جدا بأنهم محصنون من أن تنال منهم هذه الأفكار وهذه التوجهات. إذن سيد معاذ البدري من عمان، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.